السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين امتحان، عايزين اختبار شهري، عايزين امتحان نصف سنة، عايزين امتحان نهاية العام، عايزين ورقة أسئلة. مين يعمل لنا الامتحان؟ ماليش دعوة، معرفش، أنا اللي أعمل الامتحان. عمل الامتحان، محدش حل حاجة، سقطوا. عمل الامتحان، كل الناس جابت الدرجات النهائية. يا ترى المشكلة فين؟ هل نحن في حاجة إلى أن نعلم الأساتذة في ميدان التعليم كيف يصوغ اختباره بشكل جيد؟ ما المعايير التي على ضوئها يجب أن تصاغ الاختبارات؟ هل امتحاناتنا امتحانات ورقية تقيس الحفظ فقط ولا تهتم بالمستويات العليا من التفكير، ولا تهتم بمهارات ذهنية أعلى، الاستنتاج، المقارنة، التوقع، النقد، التحليل، التركيب، الإبداع؟ ليه الأوراق الامتحانية بتزعج الطلاب أحيانا بالمجموع العام؟ مين المسؤول عن ده؟ مين المسؤول على أن طالب يتعقد في حياته بسبب ورقة امتحانية ويصاب بقيء ويصاب بقلق وتوتر وأمراض جسدية ونفسية؟ هل التدريب مهم؟ هل صياغة الاختبارات فرض عين أم فرض كفاية؟ لازم يعني كل الناس تتعلمها، ولا ممكن ناس تتعلمها والباقي؟ أسئلة كثيرة جدا تحتاج منا إلى وقفة أحبائي الكرام. تعالوا مع بعض نشوف شكل ورقة الاختبار، طالما احنا اسرى للورقة الاختبارية ورقة الامتحان نهاية السنة او نهاية الفصل الدراسي او الاختبار الشهري التحريري يعني. طيب، لو اننا نفعل الاسئلة الشفهية ونتعلم كيف نصوغها ونفعل الاسئلة التحريرية ونفعل اسلوب الملاحظة ونفعل الاستبانات واستطلاع الرأي ومقاييس التقدير وغيرها من الأدوات، لأصبح تقويمنا تقويم شامل يقيس المعرفي، يقيس المهاري، يقيس الوجداني، ودي شخصية الإنسان على طول. طيب، أنا يهمني أعمل امتحان نص السنة أو الفصل الدراسي أو نهاية السنة وما بعرفش أعمل أسئلة. طيب، عندي أسئلة مقالية اللي هو في الغالب يقول له تكلم عن، في الغالب يقول له اذكر، في الغالب يقول له اشرح، في الغالب يقول له قارن ما بين كذا وكذا، اكتب مقال عن كذا، أسئلة مقال طويل، اصطلاحاته كده. أو إنه يأتي ب أسئلة الاختيار من متعدد، رأس السؤال وتحتيه مجموعة إجابات تتفاوت الاختيارات أو البدائل حسب المراحل العمرية. في الابتدائي ممكن يديله 3 إجابات يختار منها واحدة أو 2، يعلى شوية يخلي 4 بدائل ألف وباء وجيم ودال ويختار منها الإجابة الصحيحة. ممكن تبقى في إجابتين صح وممكن تبقى في إجابة خطأ، يطلع الإجابة الخطأ من بين يعني حسب تعليمات السؤال. وممكن الامتحان يبقى جزء منه موضوعي، إكمال قصير على مزوجة يوصل يعني أو يختار، على صواب وخطأ مع التعليل، على اختيار من متعدد، دي بيسموها الأسئلة الموضوعية. تعالوا مع بعض نشوف قواعد صياغة كل نوع من أنواع، وحضراتكم تطبقوا على ده بعد ما اخلص المداخلة بتاعتي. لو انا هعمل اختبار في اسئلة اكمال او اختيار من متعدد او مزاوجة او اسئلة مقالية، في قاعدة عامة اساسية قبل ما اعمل الامتحان المفروض يبقى في جدول مواصفات: الوزن النسبي للمحتوى، الوزن النسبي لنواتج التعلم، الاتنين مع بعض يطلعوا لي شكل الامتحان بتاعي، انا درست ايه وما الوزن النسبي لنواتج التعلم على مستوى التذكر، على مستوى الفهم، على مستوى التطبيق، على مستوى التحليل، على مستوى التركيب، على مستوى التقويم، على مستوى الإبداع. ده وفق تصنيف بلوم،
في تصنيفات تانية كتيرة جدا. مين يا دكتور هيعمل الجدول المواصفات؟ احنا ما نعرفش يعني ايه جدول المواصفات، لازم نتعلم يعني ايه جدول المواصفات، ازاي تعمله، وتاخد نموذج لجدول المواصفات. طيب اتعلمنا جدول المواصفات وعايز انفذ جدول المواصفات في صورة اختبار، شكل الورقة، بيانات الرئيسة، مدرسة، الفصل، تاريخ الاختبار، اسم المادة، زمن الاختبار، درجة الاختبار، تعليمات الاختبار العامة، مطلوب منهم يجاوبوا كام سؤال، هل الاختبار مقال كله يبقى إجباري على الجميع ولا في اختيارات، لازم تكتب هذا الكلام وتحط الدرجة أمام كل سؤال ويتكتب بشكل مرتب ومنظم وجميل. شوف مع بعض قواعد صياغة أسئلة الإكمال، لو الامتحان عندي فيه إكمال يبقى أنا ملزم بهذه القواعد. القاعدة الأساسية اللي في كل أنواع الأسئلة إن لازم السؤال يرتبط بأهداف المقرر اتصال وثيق، يعني ما روحش أجيب سؤال بعيدا عن الأهداف. كنت بتقول أن يذكر معنى كذا وأن يتعرف معنى كذا، هاتها وحولها إلى سؤال. وضوح الصياغة وعدم استخدام كلمات غامضة، ما استخدمش كلمات غامضة في السؤال عشان ما تشتتش الطلب. سؤال الإكمال يجب أن يعالج فكرة واحدة. أيوة، من العوامل التي أدت إلى ظهور النهضة في زمن كذا، أو في أوروبا في العصور الوسطى، أو في مصر، أو الحضارة في المنطقة الفلانية، واحد اتنين تلاتة نقط، يعني نقط ونقط ونقط، وقد ساهم في سقوط الدولة أو في الأمة أو كذا أسباب كثيرة منها كذا وكذا. غلط. يبقى يجب أن يبقى خاص بفكرة واحدة، عوامل النهوض أو أسباب السقوط، يبقى دي سؤال ودي سؤال. الفراغ في السؤال يجب أن يكون نهاية العبارة أو في منتصفها وليس في بدايتها، إلا إذا كان لضرورة، واحد بيسمع قرآن، واحد بيسمع حديث، واحد بيسمع كذا. إنما الأصل إن أنت تدي للمتعلم إيه المطلوب منك ويكمل. ما العوامل التي دفعت نابليون بونابرت للقدوم إلى منطقة الشرق الأوسط، القدوم إلى مصر؟ من العوامل التي أدت إلى قدوم الحملة الفرنسية أو احتلال الفرنسيين لمصر؟ نقط ونقط ونقط. ما أقولش بقى نقط ونقط ونقط، عوامل أدت إلى سقوط كذا، إيه هي؟ ما أعرفش، أنت كده توهتني كمتعلم. في ناس بتقع في الخطأ ده، في ناس بتقع في الخطأ ده. ولهذا تجنب نقل العبارات بالنص من الكتاب. أوعى تنقل العبارات بنصها من الكتاب، عشان الطلبة تعلمهم الفهم وتعلمهم الوعي. الفراغات اللي في السؤال حاطط 3 فراغات، ما ينفعش فراغ يبقى قصير كده وبعدين فراغ طويل وبعدين فراغ أطول، لأن ده بيوحي بالإجابة. والحمد لله الكمبيوتر موجود، تحط 5 نقط الفراغ الأولاني، 5 نقط فراغ تاني، فيبان للمتعلم إنه ما يخمنش. تساوي الفراغات في الطول داخل السؤال الواحد كما قلنا. تجنب ذكر الحروف الأولى من الكلمات المطلوبة أضعاف الفراغات، وإلا إذا كان بقى في كي جي 1 ولا كي جي 2 بتدي له الكلمة، بتدي له أول حروف الكلمة وهو يكمل عليها. أوعى تستخدم مصطلحات غريبة غير مألوفة للمتعلمين في السؤال، يجب أن تراعي طبيعة المادة وطبيعة المتعلمين حتى لا تضعهم أمام ألفاظ مزعجة ما يعرفوش إزاي يتعاملوا معاها. طيب، خصص الفراغ دائما أحبائي الكرام للأمور المهمة مش التافهة. عايز تحط حرف جر أو أداة توكيد يبقى في اللغة العربية ويكون ده عليه في الدرس، إنما تجليش في تاريخ أو في علوم وتطلب منه يحط حرف جر، يبقى ده تهريج، استخفاف وخطأ في الصياغة. إذن ولهذا أول شرط قلناه في كل أنواع الأسئلة اتصال السؤال بأهداف المقرر اتصال وثيق. من نواتج التعلم أن يتعرف أسباب الحملة، أن يتعرف كذا، أن يتعرف عوامل النهضة، أن يتعرف عوامل الانحدار الحضاري
او السقوط الحضاري، ان تعرف مظاهر الحضاره في المستوى السياسي او المستوى الثقافي او المستوى الاقتصادي. السؤال ده هدف احوله الى سؤال على طول، اما في صوره اكمال او اما في صوره صواب وخطا او اما في صوره اختيار متعدد الى اخره من الاسئله التي يرجى التاكيد عليها. نكمل مع بعض قواعد صياغه الاسئله وناخذ الصواب والخطأ، أسئلة الصواب والخطأ اللي هي صح وخطأ مع التعليل في المداخلة القادمة بعد أن تحدثنا عن أسئلة الإكمال. نلتقي على خير نحو تقويم حقيقي للمتعلمين ولواقعنا الذي نحيا فيه. في رعاية الله.